السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معانا اليوم؟ معانا الام جي بطراز ام جي 6 موديل 2020 كاملة المواصفات، تتعرفون عليها من خلال هذا التقرير. نبدأ هذا التقرير بشرح مواصفات السيارة الخارجية. المصابيح الأمامية من نوع LED، الأضواء النهارية، إشارات فليشر بتكون بالأسفل أيضا من نوع LED، تصميم رياضي بالنسبة للشبك الأمامي. الإطارات مقاس 225x45 والرنجات مقاس 18 رنجات بلونين الأسود والفضي. إشارات فليشر على المرايا الجانبية. وهذه فتحة السقف. خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب المطعمة بالكروم. وأيضا تطعيمات الكروم بتكون موجودة أسفل الأبواب. أما بالنسبة لتصميم الخلفية، الأضواء من نوع LED، كاميرا الرؤية الخلفية، وعندنا عدد 4 حساسات على الصدام الخلفي. السيارة طبعا جايب تصميم الهاتشباك. نفتح لكم الباب، وهذه هي المساحة المتوفرة بالنسبة للتحميل. محرك السيارة توربيني مكون من 4 اسطوانات سعة 1500 سي سي 1.5 لتر، يولد قوة 169 حصان، 250 نيوتن متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي دبل كلتش من 7 سرعات. ومثل ما يتضح لكم ان مساعد رفع البونيت يدوي. بالنسبة لمعدل استهلاك الوقود، MG طراز الـ MG6 موديل 2020، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 18 كيلو 600 متر، والتقييم ممتاز. وأنا حاليا في مقعد الصف الخلفي. المواصفات المتوفرة: فتحات التكييف الخلفية، المقاعد جلدية بلونين الأحمر والأسود، وهذا المسند الوسطي بيكون عليه حاملات الأكواب. أوكي، عندنا ثلاث مسانات للرأس، أضواء الداخلية باللون الأصفر، وهذا شكل الداشبورد. كرسي السائق بتحكم كهربائي. وكرسي الراكب الأمامي بتحكم يدوي. وأنا حاليا في مقعد السائق، نبتدي نشرح مواصفات السيارة من الداخل. عجلة القيادة مكسوة بالجلد، تبديل الجير خلف عجلة القيادة.
بالنسبة للأزرار اللي بتكون على عجلة القيادة، هذه أزرار تصفح الشاشة اللي بتكون وسط العدادات، وهذه أزرار البلوتوث والنظام السمعي. التحكم بمثبت السرعة عن طريق هذه الأداة. تشغيل السيارة عن طريق البصمة، نشغل السيارة. تصميم العدادات، السرعة القصوى 240، الشاشة اللي بتكون وسط العدادات، السرعة الرقمية، معدل استهلاك الوقود، أيضا حالة البطارية، والعديد من التنبيهات تظهر في هذه الشاشة. نستعرض لكم مواصفات الشاشة، إعدادات المركبة، إبقاء الأنوار الخارجية مضيئة بعد نزولك من السيارة، الصيانة، إعادة ضبط المصنع، عندنا أيضا نظام أبل كار بلاي، عندنا أيضا إطفاء الشاشة وإعادة تشغيلها. مثل ما تشوفون أيقونات الصور والفيديو بالنسبة لنظام أبل كار بلاي، الإعدادات بالنسبة للمسجل والساعة والبلوتوث ومستوى العرض. وعندنا هنا اختيار محطات الراديو AM/FM. احط الجيروس علشان نشوف كاميرا الرؤية الخلفية. ما نقدر نقول عنها سيئة، يعني مستوى وضوحها جيد يفي بالغرض. ومثل ما تشوفون تشغيل المكيف اوتوماتيكيا، وطبعا اعدادات تشغيل المكيف بتظهر معك في الشاشة، درجة الحرارة، المروحة. حبيت صراحة اسلوب تشغيل المكيف، مرتب وحلو. مساحة تخزين بسيطة، وبداخلها منافذ اليو اس بي، عصا ناقل الحركة مكسوب الجلد، تراكشن كنترول، حاملات الأكواب، مكابح توقف كهربائية، نظام الأوتو هولد، وهذه هي السدة. تصميم رياضي بالنسبة للمقاعد الأمامية، المقاعد الأمامية بلونين الأحمر والأسود. بالنسبة للإيرباكات عندنا 4 وسائد هوائية أمامية جانبية. النظام السمعي مكون من 6 مكبرات صوت. وعن يسار السائق التحكم بالمرايا الجانبية والتحكم بشدة الإنارات الداخلية. التحكم بالأقفال وأزرار فتح وإغلاق النوافذ. لمسات تصميمية شبيهة بالكربون فايبر. بالنسبة لأسعار السيارة فهي كالتالي: 6795 ريال عماني، أي ما يعادل 66200 ريال سعودي، أي ما يعادل 17650 دولار أمريكي. نكمل باقي مواصفات السيارة: حاملات النظارات، الإنارات الداخلية باللون الأصفر، تمنيت لو يكونون LED، الزر الخاص بالتحكم بفتحة السقف. اوكي صراحة سيارات ام جي يعني فيها جودة مقارنة بباقي الماركات الصينية، يعني بعض الماركات تسمع فيها قربعة. المهم شماسة السائق وعليها المرايا والاضواء. وايضا شماسة الراكب الامامي. طبعا انا ما اريد افتح الكيس، حاول يعني اشوفكم.
كامل مواصفات السيارة، وعندنا هنا الدرج اللي أمام الراكب الأمامي. حلو الموتر، اجتهدوا فيه كثير من ناحية الخامات الداخلية والمواصفات، وسعرها أنا أشوفه جدا منطقي مقارنة بالمواصفات المتوفرة فيه. لمسات رياضية حلوة، دعسة البنزين والمكابح من الألمنيوم على الـ MG6. شكل ريموت مفتاح السيارة. أعزائي المشاهدين اللي تابع قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة، القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. ويا شباب لا تنسونا من اللايك، اللايك حمسنا للاستمرار. أتمنى إني كفيت وفيت من خلال هذا التقرير المختصر. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.